اليوم عندنا شقة 3 غرف وصالة داخل مشروعنا الجديد في وفاجك، مشروع المنار 3. مشروع لسه تحت الإنشاء، خلاص فاضل فيه حاجات بسيطة. دي الشقة اللي هنصورها، 3 غرف 3 حمامات مطبخ منفصل، مساحة 155 متر، بتيجي على طابق واحد فلات مش دوبلكس. عندي هنا ده مدخل الشقة، هنا هيبقى باب الشقة. أول ما بدخل بيبقى عندي في الجزء ده مكان للدولاب، الأحذية، الجواكت. بيجي بعد كده عندنا صالة ومطبخ وحمام وغرفة نوم، وهناك عندي غرفتين نوم معاهم 2 حمام، منهم واحدة ماستر. خلينا نبدأ الأول بالصالة والمطبخ. عندي هنا ده شكل الصالة، التدفئة بتاعتها تدفئة أرضية، طبعا وصلات التكييف جاهزة، مجمعات المنار معروفة من حيث التشطيب بتاعها بيبقى عامل ازاي، المواد اللي بيستخدموها، السيراميك، الشبابيك نفسها اللي بيستخدموا يعني ماركات ومواد جدا ممتازة، وصلات التكييف جاهزة. عند زي ما انتم شايفين دي كده الصالة، فيها بلكونة بنخرج لها من الصالة او من المطبخ. ده هنا عندي هيبقى المطبخ، الدولاب بيجي هنا بالشكل ده كده، ده مساحة المطبخ. بيجي بعد كده عندي هنا دي البلكونة، ده مكان مخرج الصالة. البلكونة بتاعتها مساحتها حلوة كبيرة، يعني ديت لو قفلناها ازاز هتبقى جدا ممتازة، المساحة بتاعتها كويسة. طبعا هي الشقة مفيهاش مطل، بس الميزة اللي فيها اللي هي في وجه قريبة من جميع الخدمات. ده عندي المنار 1، ورايا في المنار 2 ومنار 4، وعندي هنا الماي سيتي، الماي كنت، كل المجمعات وكل الخدمات قريبة جدا. زي ما انتوا ده هنا الصالة المطبخ. نيجي عندي حمام هنا، ده حمام صغير، حمام ضيوف. وعندي بيجي هنا دي غرفة، دي يعتبر اصغر غرفة، الغرف التانية مساحتها كويسة كبيرة. والحلو برضو اللي عندي غرف النوم معزولة عن الصالة والمطبخ. بيجي هنا عندي ده الحمام رقم 2، مساحته برضو كويسة، هيبان اكتر لما يتحط فيه كابينة الشاور وتركب الحمامات. عندي دي الغرفة التانية، غرفة مربعة، لو حطينا هناك دولاب، هنا مكان سرير، برضو وصلات التكييف كلها جاهزة. وبنيجي دي الغرفة الثالثة والأخيرة، الغرفة الماستر، مساحتها كويسة، الغرفة الماستر كبيرة، بيجي معاها الحمام الخاص بيها، مكان الشاور. دي اللي قدامنا هناك دي فيلل، برضو فيها حاجات اللي بيع هصورها برضو هنزلها. دي كانت شقة 3 غرف وصالة، مساحة 155 متر، بتيجي معاها 3 حمامات، مطبخ منفصل معانا للبيع. خلاص المشروع فاضل فيه حاجات بسيطة ويكون جاهز. الشقة زي ما انتم شايفين مفضلش فيها غير دواليب المطبخ تتركب والحمامات، مفيهاش حاجة تاني يعني.